أكد وزير البيئة والصيد أحمد محمد أنبلو بأن الانطلاقة الرسمية لحملة التشجير لموسم 2017 سوف تنطلق يوم غد الثلاثاء 22 من أغسطس الجاري. المواطنين عن باكر يوم 2 شهر 8 2017 ببدا أسبوع الوطني للشجر إديسيون 2017 هو لي شرف ويدي السرور نعدس نوري البداية الرسمية حنا الأسبوع حنا التربينا الشدر. الأسبوع الشدر هو عنده هدف خاص لنويح الناس في شان يتربوا الشدر ويربوا الشدر ويكون في شان ضد زحفنا السهرة البأسر في حياتنا. السنة الانسماء اوفيسيال حنا أسبوع حنا الشدر هو خررنا يكون في كوبا ولانغا وكورتورو في ريجون حنا بوركو. هذا خيرنا ودورنا يكون في المحل ده جاي من اوتو اوتوريتي حنا البلد خاصة السيد الرئيس إدريس ديبي إتنو هو دورة يكون الأسبوع عن الشدر ده لانسيمون أوفيسيال يكون في المنطقة ده. تربو الشدر في شان نحارب للزحفين عن السهرة نتربو الشدر في شان الجو خيرين الببقى حارب لين الشمس كتير ده ينقص. زي ما تعرفوا بلدنا تشاد هو من بلد عندهم صعوبات عن البيئة بشمش عنان الحار وبالسهر عنان الكبير معروف هو بأثر في الإيكوسيستم حنان. عدم الشدر هو بأثر في الجو حنانا وبأثر في الإنتاج الزراعي حنانا وفي قمامات الآخرين كمان إنفراستركتور.